اقول لكم ان وانا كنت بقول اخبار النادي الاهلي قلت الخبر بتاع احمد فتحي، خليني اقول لكم برضو هادرسفيلد الانجليزي او النادي الانجليزي اللي معار منه رمضان صبحي للنادي الاهلي بيطلب مبلغ 8 مليون يورو في الانتقال رمضان صبحي للنادي الاهلي، وايضا حدد 3 مليون اورو في فكره الاعاره مره اخرى للنادي الاهلي. طبعا مبالغ هو شايفها ان هي بتكلمك على نادي هادرسفيلد يعني مرضيه بالنسبه له، فبالتالي هنشوف الفتره القادمه بالنسبه لرمضان صبحي ووجوده داخل النادي الاهلي والعرض اللي قدمه هادرسفيلد اللي بيعه او اعارته للنادي الاهلي.